بصفتي فاعل جمعوي بالمنطقة أمثل جمعية الصداقة الوطنية. صراحة احنا في الوقت اللي تواصلنا مع الساكنة الجميع ما تنكرش بأن ما كاينش الضرر، هناك ضرر. في الوقت اللي تنتكلموا على كاين ضرر، كاين ضرر صحي، كاين ضرر يعني من جميع النواحي. ملي تنتكلموا على الضرر اذا خصو يكون واحد التواصل، واحد التواصل بين الساكنه وبين مول المعمل. تواصل ما كاينش بتاتا. خرجنا احنا كجمعيه المجتمع المدني من اجل مسانده هاد الساكنه. علاش؟ لان ما يمكنش واحد الماده خطيره مضره للصحة، مضرة للأطفال، مضرة يعني الكبير والصغير، ما يمكنش أنك تتهضر على الفعل الجمعوي وتتهضر على المفهوم الجديد ديال العمل الجمعوي وتربع يدك وما تساندش هاد الناس. هاد الناس جينا اليوم، احنا خرجنا قبل المساندة ديالهم وجينا اليوم باش نساندوهم، لأن فعلا كاين ضرر، يعني ضرر خطير، ضرر اللي تيمس ماشي تب اكثر من الصحه ديال الانسان، تيمس بال يعني بال بالوجود الانساني. احنا ما غنكروش بان السيده العامل يعني دارت واحد الخطوه ايجابيه انها خرجت واحد اللجنه، فعلا كانت اللجنه لجنه المعاينه في انتظار تقرير ديال هذه اللجنه هذه. انا بغيت نوصل صوتي لجميع المسؤولين، احنا راه ما غنسكتوش، احنا غنبقاو في مساندة هاد الساكنة إلى آخر يعني إلى آخر تجاوب مع هاد الشركة هادي. إذا كان يعني شي حل ممكن أنه يكون يعني الجدري، احنا راه ماشي ضد أنه أن الشركة فعلا غتكون تتشغل واحد المجموعة ديال المواطنين وتتساهم في الاقتصاد، حنا راه ما تنكروش هاد الحوايج. ولكن الا غنتكلموا على يعني اللي جا في كوب 22 بمراكش، غنتكلموا على الضرر ديال البيئه والضرر ديال الاحتباس الحراري، فصراحه خصنا نوقفوا هنا وخصنا نقولوا بان لا ثم لا، خصو يتلقى حل، خصو يتلقى حل جذري ونهائي، وخصنا نسدوا هذا الموضوع نهائيا باش ما يكونش ركوب على هذا الموضوع هذا وتكون تاويلات الاخرى لشي مواضيع اخرى. اذا من هنا تنقولوا لساسفة تختنق، انقذوا لساسفة.